الفعاليات الرياضية في تطور وتجدد مستمر في المملكة مع رؤية 2030 وكمان مع استراتيجية تحول كرة القدم الأخيرة في السعودية. صحيح، واليوم عشان كذا حيكون معنا وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق الأستاذ عادل الزهراني. يا أهلا وسهلا، حياك الله، نورتنا. نورتنا. إحنا محظوظين جبناك يعني في أسبوع في الام بي سي، وإحنا نعرف أن انقطاعك عن الإعلام وكنت مذيع كبير وكذا، وانقطاعك في صعوبة أنك ترجع هنا. صحيح، ما في لياقة. أنا سعيد والله بشوفتكم زمان خليل وسهام، وسعيد أيضا بتواجدي مرة ثانية في الام بي سي بعد فترة طويلة. طبعا إحنا تزامنا أنا والأستاذ عادل يمكن في الام بي سي برو، نورتنا. بداية خلينا نتكلم أبو تركي عن يعني إلى أي مدى أسهمت رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رؤية 2030 في دعم وإحداث نقلة نوعية نقدر نقول في تاريخ الرياضة السعودية؟ نعم، بداية اسمح لي احنا اليوم في مناسبة يعني سعيدة جدا، اليوم الوطني السعودي، نقول كل عام والوطن بخير، كل عام ونحن في أمن وأمان، كل عام ونحن في ظل قيادة يحبوننا ونحبهم، وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذا الأمن والأمان. آمين. وأن يعني يجعلنا في كل سنة إن شاء الله نحتفل بهذه المناسبة ونحن في استقرار يا رب. خلينا نتكلم أول شيء عن المبادرات. حقيقة الرياضة هي ركيزة أساسية من ركائز رؤية 2030، وهناك تقريبا ما لا يقل عن 20 مبادرة تحت برنامج جودة الحياة تنفذها وزارة الرياضة، وفي حقيقة لا يقبل فيها النقاش أو لا يختلف على اثنين في القطاع الرياضي بصراحة، أنه إحنا يعني محظوظين بشكل كبير جدا بدعم سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان للقطاع الرياضي، وهذا يعني حقيقة يرددها حتى سمو الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة الوزير الشغوف، دائما يكرر بأنه لولا الدعم المباشر من الأمير محمد بن سلمان واهتمامه الكبير بالقطاع الرياضي لما تحققت كثير من جذب بصراحة. هذا كلام نقوله وهو يعني يقوله دائما من عبد العزيز، هو ليس سرا، وبالتالي احنا نقول اليوم أنه نحن محظوظين بهذا الدعم، والقطاع الرياضي يحاول أن يوازي أو يجاري هذا الاهتمام والدعم الكبير بتحقيق بعض الإنجازات. أيضا احنا اليوم رؤية الأمير محمد بن سلمان ودعم القطاع الرياضي حول كثير من الأحلام إلى حقيقة. المهتمين في الشارع في الرياضة، وتتذكر يا خليل يمكن خصوصا المهتمين بالرياضة العالمية، يعني من كان يتخيل في يوم من الأيام أن يشوف منتخبات عالمية وفرق عالمية، أنت تشوف ميسي ورونالدو في نفس الملعب في السعودية، يعني كانت بالنسبة لهم هذه كانت خيالات. كأس السوبر الإسباني الإيطالي البرازيل والأرجنتين. صحيح. على مستوى مسابقات الألعاب المختلفة اليوم في السيارات، تنظيم الفورمولا إي، مقبلين على تنظيم الفورمولا 1، الفورمولا 1 بمناسبة هي مثل كأس العالم في السيارات، ويمكن يعني توازيها قيمة سوقية استثمارية وسوقية. نعم، فهذه الأحلام كلها تحولت إلى حقيقة بسبب رؤية الأمير محمد بن سلمان، بسبب دعمه المباشر، والذي بصراحة يعني جعل هذه الأشياء حقيقة على أرض الواقع نعيشها كل يوم في السعودية في وقت قصير جدا جدا، لا يمكن لعقل أنه يتخيل أنه قبل 5 سنوات إحنا وين كنا واليوم إحنا وين كنا في القطاع الرياضي. فيما يخص أيضا على مستوى ممارسة الرياضة، الكل يعرف أنه في ثقافة تغيرت، يعني في موضوع نظرتنا لممارسة الرياضة تغيرت بسبب بعض المبادرات الخاصة بممارسة الرياضة والتي تنفذها وزارة الرياضة. احنا اليوم في طبعا دائما الرياضة الجميلة طبعا، نعم نتكلم عن الرياضة، ممارسة الرياضة العادية للناس، والأمير محمد الله يطول عمره يحب يتكلم بالأرقام، فحتى في آخر حديث لا تحدث عن القفزة في نسبة ممارسة الرياضة، احنا قفزنا من 13% إلى 19% بنسبة الممارسين، وأعتقد أن بنوصل لتجاوز الرقم كبير في نهاية 2021 بعد ظهور الأرقام الأخيرة. طيب في فعاليات كمان. أيوة أكيد عادل، في فعاليات رياضية عالمية نظمتها المملكة زي ما ذكرت، رالي دكار، فورمولا 1 وفورمولا إي وغيرها طبعا كثير. برأيك إيش أهمية هذه الفعاليات اللي نظمت على أحسن وجه يعني في السعودية وبتحديدا في هذا الوقت وفي هذه الظروف؟ نعم، بالنسبة للفعاليات والأحداث، يعني اليوم المملكة العربية السعودية تحولت إلى عاصمة الأحداث الرياضية وواجهة للرياضة العالمية. إحنا وصلنا لمرحلة أنه كثير من المؤسسات المنظمات الرياضية تعرض على المملكة العربية السعودية استضافة هذه الأحداث، وتعرض عليها ملفات استضافة بطولات عالمية داخل السعودية بعد ما شاهدتها من صحيح. تنظيم عظيم ودقة وجودة في التنظيم، وأيضا اهتمام وشغف المجتمع السعودي بالرياضة،
وهذا امر يعني ما هو سر، يعني كثير من المنظمات اعلنت انها ترغب في انه المملكه تستضيف هذه المناسبات. على المستوى الاخر الفائده لاستضافه هذه الاحداث، ترى نتكلم ايضا عن استضافه رياضيه. اليوم احنا وجود هذه المسابقات بالذات الألعاب المختلفة، يعني خل كرة القدم احنا ما شاء الله متشبعين فيها، لكن الألعاب الأخرى كرة اليد عندنا كأس العالم مستضيفة، اليد والسلة والسيارات، ولكن في إضافة رياضية مهمة على تطوير اللعبة نفسها. مع كثرة الاستضافة مثلا على مستوى السيارات، احنا استضفنا الفورمولا 1 ثلاث سنوات والرالي داكار، المتسابقين السعوديين هم اكتسبوا خبرة كبيرة، والدليل أيضا نتكلم أيضا بالأرقام. في آخر جولة في إيطاليا، بها إيطاليا قبل تقريبا أسبوع أو 10 أيام، حققنا ثلاث بطولات أو ثلاث متسابقين تصدروا ثلاث جولات. يزيد الراجحي كان الأول، يزيد الراجحي، وكان في سيدة أنا نسيت الأسماء عشان ما أظلمهم، سيدة وشاب آخر، معني أنا كاتب الأخبار حقتها بس نسيتها. أتوقع اسمها دانيال عقيل أظن، بس واحد ثالث أنا أعرف دانيا بس ثالث نسيت عشان ما أبغى أظلمه فما قلت ثاني. فالمهم أنه اثنين منهم بقي لهم بس جولة ويتوجون بطولة العالم. يا سلام، بطولة العالم في فئتهم. هذه ساهمت علينا كمردود يعني. أكيد، لأنه هم شاركوا في السعودية، استضافنا بطولة السيارات ورالي وفورمولا، فاحتكوا بنجوم العالم، فوصلنا لمرحلة أنه حنا أيضا لها أثر وفائدة على مستوى الرياضة. طيب أنا قبل أن ندخل في إنجازات أبي أخذك للمساهمة المجتمعية يمكن لوزارة الرياضة. بدينا نصنع بنية تحتية جديدة، شفنا الطرقات كيف صار فيها ممشى، صار فيها مساهمات، صار في سياكل، ففي أشياء كثيرة ساهمت فيها وزارة الرياضة للمشاركة المجتمعية حتى يكون في توافق وفي رياضة ورياضة للجميع كمبادرة أطلقتها وزارة الرياضة. صح. هي يعني أهم ركائز الرؤية فيما يخص الرياضة هو الناس يمارسون المجتمع. في مبادرة لوحدها خاصة، هدف استراتيجي خاص بممارسة الرياضة. اليوم من المهم جدا الناس، يعني من أهم أهداف وزارة الرياضة غير الرياضة التنافسية، أن يكون في ممارسة الرياضة للناس، وهذا أمر حقيقي كان في البداية يمكن شوية صعب، ولكن حتى الناس بدأت تتقبل هذه الثقافة. ولو حطوا أنتم حتى على مستوى الشارع والأندية بدأت تشوف، بدأنا نشوف ثقافة مختلفة في التعامل مع الرياضة. وأعتقد أنه أيضا في مبادرات تتعلق مع وزارات ثانية إن شاء الله مع البلدية في الفترة القادمة في تهيئة الأماكن أكثر، لأن الناس الفترة الماضية كانت مشكلتها فقط في وجود أماكن مهيئة للرياضة، ففي مبادرة خاصة مع وزارات البلدية وخلافه لتهيئة أماكن أكثر لممارسة الرياضة. توقع سوا بتخليك وما تسألك سؤال. أيوة، قبل الختام من قالت دانيا مشاركة المرأة السعودية في الرياضة، يعني نختم معك في يعني لازم يكون في نصيب للمرأة. أكيد إحنا أعتقد إنه في الخطوة الأولى بدأت في رياضة المرأة. وشاهدنا خلال الفترة الماضية عدد من البرامج الخاصة والمبادرات الخاصة بتطوير الرياضة النسائية، شاهدنا إدارة نسائية مختصة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، هناك أيضا عضو مجلس إدارة في مجلس إدارة اتحاد القدم، في مدربة أيضا تعاقدوا معها ألمانيا قبل فترة، في مشاركة للسيدات في أولمبياد طوكيو. الخطوات بدأت، وأعتقد أنه إن شاء الله في خطوات كبيرة جاية، وأظن أنه بس هنا نحتاج شوية وقت، لأنه في النهاية إحنا ما زلنا في البداية، ولكن طالما أنت بدأت وفي خطة وفي استراتيجية واضحة، فأنا متوقع بإذن الله تعالى أنه إحنا في الفترة القريبة، ما هي قريبة مرة، ولكن سنصل إن شاء الله إلى مرحلة نضج جيدة فيما يخص الرياضة النسائية. احنا نتمنى لك التوفيق ابو تركي، شكرا جزيلا لحضورك وشكرا على هذه التوضيحات، ونشكر الامير عبد العزيز بن تركي قائد الرياضة يمكن في هذا المعترك والشغوف جدا، والدكتور رجال الله السلمي. شكرا لك. شكرا لك. ونروح لوين؟ مباشرة الى سارة.